السلام عليكم خواتي تخياتي. اليوم نديرو خبز سهل يطيب في الدار، سهل ويجينا خفيف مليح. فيه وش فيه؟ فيه كاس بول تاع فرينه، هي على حسب شحال ديري من الخبزه. تحبي تعبري مقادير صغيره تعبري بالكاس، تحبي تعبري بهذه قد ما تزيدي في المقادير قد ما تجي تزيد شحال من الخبزات. المهم عندنا هكا، عندنا بول تاع فرينه وبول تاع مدافي مغيرفة ونص تاع خميرة تاع الخبز وسانوج وشوية ملح. ساهل ماهل هذا الخبز. نبداو بركة الله، نديرو بول تاع الفرينة. وقلت لكم تحبوا تنقصوا في المقادير ديروا خبز صغار ديروا، تحبوا تكبروا في الكمية بزاف شحال من الخبزة تضعفوا المقادير برك. بول تاع الفرينة كما بغيتو راكم تشوفوا، ونزيدوا له بول تاع الفرينة تاع الماء الدافي، سمحوا لي خواتاتي فيه ثاني ثلاث مغرفات تاع زيت نسيت باه نقول لكم عليهم. قلنا هما البول تاع الفرينة هكذا، وبول تاع الماء الدافي كيما قلنا، ثلاث معالق كبيرة هكذا، وحدة زوج ثلاثة تاع الزيت. عندنا مغرفة ونصف هكذا خواتاتي قدامكم تاع خميرة تاع الخبز، قليلا من الملح، قليلا من الساندويتش باش يعطينا بنة الخبز تاعنا. هذا ما يسخص هذا الخبز هكذا، ونخلطو هذه كامل، هذه كمية، هذه كمية نخلطوها، نخليوها تخمر لنا، ومن بعد كي تخمر لنا كي تتضاعف الحجم تاعها نزيدو الفرينة حتى تتماسك لنا العجينة تاعنا، ونوريكم كيف خمرت لنا وكيف نسيو العجينة. شوفوا كيف خرج لنا، شوفوا خفيف. شوفوا خواتاتي نعطيكم العبر، هذا اللي قلت لكم عليه خرج لنا ربع خبزات من هذه، ولا ضاعفتي الكمية كبرتي من هكذا يخرج لك شحال من الخبزة أكثر من ربعة، ولا صغار ما يخرجوا لك أقل على حسب أنت شحال ديري شحال ضاعفي الكمية. ما شاء الله وجاي شهر رمضان إن شاء الله، ونديروه خبز خفيف شوفوا وطري. غنقسم لكم هاو سخون خواتاتي فور، شوفوا شوفوا خواتاتي هاهم شوفوا شوفوا طريق، شوفوا خواتاتي ان شاء الله ها خواتاتي اهو يجينا طري وهايل ان شاء الله بصحتكم وبصحتي ان شاء الله. ما تنساش تفعلوا الجرس وديروا اللايك، يوصلكم اي جديد، وبقاو على خير.